رئيس مجلس محافظة صلاح الدين يرعى الحفل التأبيني العاشر لمجزرة سبايكر وسط دعوات لحماية السلم المجتمعي وأخوة العراقيين. شهود عيان يؤكدون انفراج أزمة الوقود في محطات تكريت، ومدير الصحة يؤكد توفر أدوية الأمراض المزمنة في المستشفيات. تلبية لمناشدات الفلاحين عبر قناة صلاح الدين، قائم مقام الشرقاط يعلن حل مشكلة الاكتظاظ أمام سايلو تسويق الحنفة وفتح ساحة الساحل الأيسر. السوداني يوجه بتأمين الوقود لمحطات الكهرباء والمولدات الأهلية، ووزير الخارجية الإيراني بأول مهمة في بغداد وأربيل غداً.